السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح نبلش بشابتر 17 complexation and precipitation reaction and titration. بداية رح نحكي عن complexation reaction. أول إشي بدنا نحكي إيش أهمية أول complexation formation، هي إنه كيف بتكون عندي complex. هلا ايش اهميتها عندي في بالنسبه للاناليتيكال كيمستري؟ هلا يعتبر هذا النوع من التفاعلات او التيتريشنز كثير مهم بالكيميكال بالاناليتيكال كيمستري. بدايه انه بنقدر فيها نعمل تيتريشن لكاتايون. انا عندي انالايت وفيها بتحتوي على كاتايونز اللي هي عناصر بتحتوي على شحنة موجبة زي Mg+2 Ca+2 وهي العناصر، فممكن اني انا احسب كم تركيزها او كميتها ضمن العينة تبعتي اني اعمل لها تيتريشن. ونوع التيتريشن اللي احنا بنعمله هو عبارة عن complexation titration. ممكن كمان اني استفيد منها انه معظم الكومبلكس اللي انا بتكون عندي، هي تاني نقطة اللي بحصل عليها، هي عبارة عن colored إلها لون، فبالتالي أنا ممكن أعمل complex وأستفيد منها في عملية spectrophotometric determinations، إنه أستخدمها عشان أحللها على أجهزة الspectroscopy spectrophotometric determinations زي اليو في، جهاز اليو في. فممكن اني استخدم، وباغلب الاوقات احنا بنستخدم ان نحول الانالايت عندي لكومبلكس عشان يصير له لون كلرد، وبالتالي اقدر اعمل له تحليل اناليسز على جهاز السبكتروفوتوميتر. كمان من احد اهميتها انه ممكن انا عندي معظم الكومبلكس بتتكون السوليوبيليتي لها بتكون قليله، فبالتالي انا ممكن استخدمها بالجرافيمتريك اناليسز اني اكون انسوليوبل واقيس وزنه البرودكت اللي بنتج عندي، واقدر احسب اعمل له تريتمنت او احسب له الكونسنتريشن او نسبه عنصر محدد. فممكن اني استخدمها بهاي الحسابات، ممكن اني استخدمها عشان اني مثلا يكون عندي كاتايون دايب بسولفنت اخليه يدوب بسولفنت تاني. له كتير استخدامات بالتيتريشن، بس احنا اكتر اشي بهمنا الصراحة اللي هي التيتريشن اوف كاتايون، اني اقدر احسب تركيز كاتايون ضمن الانالايت تبعي او العينة تبعي. هلا خلينا نحكي كيف انا بيتكون عندي الكومبلكس. الكومبلكس هو انا بيكون عندي ميتال ايون. هذا الميتال ايون راح يتفاعل مع الكترون بير دونر، مع اي مولكيولز، بس هاي المولكيولز شرط انها تكون الكترون بير دونرز، يعني لازم يكون عندها زوج من الالكترونات الغير رابط، فبالتالي بيتكون عندي كومبلكس. زي مثلا انا يكون عندي سيو موجب تنين، هو عبارة عن ميتال ايونز كاتايون شحنته موجب تنين، بدي افاعله مع الامونيا. طبعا الامونيا عندي هون انا زوج من الالكترونات الغير رابط لون بير، فبالتالي بقدر انه يتكون رابطة مع الميتالز اللي موجود هون، هيدروجين هون، في عندي كمان هيدروجين، نفس الشي هون. سوري خليني بعدها شوي عشان تبين. فشو بصير عندي؟ بيجي عندي هذا اللون بير، شو راح يعمل؟ راح يهاجم الكاتايون ويكون رابطة انا عندي هون، تمام؟ فراح يصير عندي بناء على هذا الاشي بتكون كومبلكس. هذا الكومبلكس حيكون عبارة عن السيو ربطت مع النيتروجين كونت لي كومبلكس. طبعا هذا الكومبلكس على الاغلب بيكون كلارد كومبلكس. هلا هون رح يكون هذا الكومبلكس له شحنه،
شحنته مو جبتينين، فهلأ ممكن يكون الكومبلكس له شحنة، فبالتالي بهيك بيكون أنا تكون عندي الكومبلكس. هذا هو الكومبلكس اللي بيكون نتج من هذا التفاعل. هلأ هذا هو الكومبلكس اللي احنا رح نستفيد منه في انه يصير في عندي تفاعلات أخرى. بس قبل ما نحكي عن التفاعلات والكومبلكس، في عندي مجموعة من المفاهيم المهمة اللي لازم نتعرف عليها خلال هذا الشابتر. أهم هالليجند. الليجند هو عبارة عن أيون أو موليكيولز بتكون ذات فورم كوفالنت بوند مع الكاتيون. يعني انا عندي الميتال اللي هو بيكون عبارة عن كاتيون او اي ميتال، او بيكون نيوترال اتومز يعني ما له شحنة، اي ميتال انا موجود عندي مثل أتوم. بجميع الأحوال إنه يكون عندي مثل هذا المثل، المادة اللي بيتفاعل معها هي عبارة عن ليجاند نسميها، تمام، وبتعطيني الكومبلكس. يعني أنا التفاعل بيكون عندي مثل، بيكون عندي ليجاند. الليجاند هي عبارة عن أيونز أو مولكيولز، ممكن تكون أيونات ممكن تكون جزيئات، ولكن الشرط إنه حكينا إنه يكون عندها بيرز اوف الكترون، يكون عندها جوز من الالكترونات الغير رابط. ليش؟ عشان تقدر تعمل هدول الالكترونز، عشان راح تعمل دونيتنج تمنحهم للميتال، وبعدين بيصير في شيرينج بين الميتال والليجند، وبتصير عندي بتتكون الرابطة الكوفالنت بوند، تمام. هلأ هون هذا شرط كتير مهم، إنه الليجند لازم تحتوي على الأقل واحد من الأنشرد إلكترون، من زوج الإلكترونات اللي غير رابطة. من الأمثلة على الليجند ممكن يكون الووتر O H H، فأنا هون عندي two pairs of unshared إلكترون. الأمونيا زي المثال اللي أعطينا قبل عنده بيرز اوف الكترونز، ممكن تكون الهيلايد لانه فيها شحنه سالبه، ممكن تكون بجميع الاحوال هي امثله على الليجاندز اللي ممكن نستخدمهم. هي اول مصطلح نتعرف عليه. يعني بالهون التفاعل اللي عملناه هون حكى الامونيا عندي ميتال، والامونيا هي حتكون عباره عن الليجاند. هلأ تاني اشي في مصطلح عندي كتير مهم بالcomplexations اللي هو coordination number. coordination number هو عبارة عن number of covalent bond اللي بيقدر الكاتيونز انه يكونها مع الالكترونز دونر يعني او مع الليجند. فهي عبارة عن number of covalent bond that cation ممكن انه يكونها form with electron donors. طبعا electrons donor اللي هو عندي هون اللي هو الليجند. هلا ممكن يكون الكوردينيشن نمبر ممكن يكون 2، ممكن يكون 4، ممكن يكون 6. هلا الكومبلكس اللي بتتكون عندي على نتيجة هذا الرابطة ويصير عندي coordination numbers، ممكن هاي تكون الكومبلكس تكون شحنتها موجبة أو تكون neutral أو إنها تكون شحنتها سالبة. فزي ما شفنا بالمثال اللي شرحناه قبل، كان شحنة الكومبلكس هي عبارة عن موجب تنين شحنتها سالبة. مثال زي ما أخذنا إنه يكون عندي أنا الكبر موجب تنين، تمام. هذا هو الميتالز اللي عندي. هلا هذا الميتالز له الكوردينيشن نمبر بيساوي 4، نمبر بيساوي 4، يعني بيقدر يكون 4
كوفالنت بونتس. تمام. هلا مثلا هذا الميتالز لو فعلناه مع الجلايسين اللي هو عباره عن سي وموجب تنين، لو فعلناه مع سي دبل بونت او او اتش، طبعا هذا عباره عن امينو اسيد، عندي ان اتش 2 عندي هيدروجين و 2H. هلأ رح يكون كومبلكس. الكومبلكس عبارة عن CU بده يرتبط مع OO مع الذرات اللي بده يكون عندها لونز، يعني عندها لون بير اوف إلكترون. بعمل هون C دبل بوند O، هون C دبل بوند O. طبعا وهاي رح تكون رابطة مع كربونة، وهاي الكربون طبعا مش يعني معلش الرسم مش كتير بروفيشنال، يعني بكون هيك. طبعا انا مين اللي عندي فيه هون لون بير اوف الكترون؟ نيتروجين والاو اتش، فهدول هم الالكترون دونرز. تمام. هذا هو اللي كان تبعي. هلا لما يتكون هون كان صار نيوترال، ما عليه احنا هي ممكن انه يكون نيوترال. هلا ممكن زي المثال اللي شرحناه قبل انه السيو مع الامونيا اعطانا بوزيتيف تنين شحنة موجبة، فممكن إنه الكومبلكس تكون شحنته موجبة. أو زي هاي الحالة CuCl4 شحنته سالب تنين، فممكن إنه الكومبلكس يكون أنواع، يكون بوزيتيف يكون نيجاتيف أو يكون نيوترال. هلأ كمان من أحد المصطلحات اللي بدها تمر علي خلال عملية خلال هذا الشابتر اللي هي الكيلات، هي عبارة عن cyclic complex بتكون نتيجة الكاتيون بيعمل بوند مع ذرة أو ذرتين أو أكثر من الدونر جروب، فهو عبارة عن cyclic complex بتكون لما الكاتيون بيعمل bonding أو covalent bond by two or more donor groups. بتكون عندي فقط انا كاتيون واحد، سوري بتكون عندي انه بيكون كلهم موجودين بالليجانت واحد. هلا بفرجيكم مشكلهم كيف بس نمر عليهم. وكمان في عندي انه في اشي بنسميه دنتات. هلا دنتات شبهوها انها زي التوث لايك، يعني زي مبدا الاسنان كيف انها بتكون ماسكه الميتال تبعي. في عندي طبعا الانواع، ممكن يكون اليوني دنتات، يعني يوني دنتات هي عباره عن سنجل دونر جروب، يعني عندي بس جروب واحدة فيها إلكترونز وممكن إنها تمنحها. وفي ممكن يكون عندي بايدنتات، وفي ممكن يكون عندي ترايدنتات ثلاثة، وممكن يكون عندي تترا أربعة وبنتا وهكسا دنتات. طبعا أكتر إشي مهم عندي اللي هم التترا دنتات والهكسا دنتات. هم المهمات خصوصا في عملية التيتريشنز، مهمات لأكثر من سبب، لأنهم بشكل عام هم بيتفاعلوا كومبليتلي وبكونوا لي شارب اند بوينت، ودائما بيكون الريشيو واحد لواحد بينهم وبين الكومبلكس. هي مثال على الليجاند، هون عندي تترا دنتات لأنه حيكون عندي واحد، هي ان تنين ثلاث أربعة، عندي أربعة مجموعات ضمن الليجاند الواحد بيحتوي على لون unshared pair of electron، فبيمكن إنه يكون مع أربع روابط أو يمنح الكترونات عشان نكون أربع روابط. هون عندي واحد تنين ثلاث هي اللون بير، فهون عندي أنا ثلاثة الدنتات هي اللي ممكن انها تمنح الالكترونز عشان للميتال عشان يصير عندي ليجاند. فالليجاند ممكن يكون انواعه
يونيدنتات بس عنده مجموعة واحدة فيها لون بير من الإلكترون، ممكن يكون داي مجموعتين، ممكن يكون ترايدنتات 3 مجموعات أو تترا 4 5 أو 6 حسب أنا شو الليجانت اللي ممكن أكون مستخدمته. هلأ في كمان نوع تاني من الكومبلكس، هذا الكومبلكس مهم إنه يتكون عندي، اللي هو بيكون عبارة عن سايكليك كومبلكس زي الكيلات. بيكون هذا الكومبلكس عبارة عن إنه بيتفاعل الأيون الميتالز تبعي رح يتفاعل مع الليجانت. هلأ هذا الليجانت رح يكون بيحتوي على 9 or more أتوم بتحتوي على unshared electron، تمام؟ فهو عبارة، هو حيكون ميتال رح يتفاعل مع cyclic organic compound، الليجان تبعي حيكون cyclic organic compound، بس هذا cyclic organic compound لازم يكون بيحتوي على 9 or more atoms يكونوا من ضمن السايكليك، وبيكونوا عبارة عن هيتيرو أتومز. هيتيرو أتومز يعني أي نوع ذرات ما عدا الكربون زي أكسجين، نيتروجين، سلفر، وبيكون شكلهم على شكل كراون زي التاج. ممكن يكونوا ممكن نسميهم التيني كراون أو سيكس كراون حسب المادة اللي رح تكون عندي. زي هون مثلا لاحظوا هون عندي 1 2 3 4 5 6 كران. هلأ لاحظوا كل واحد فيهم 1 2 3 4 كل أكسجين، فهون ممكن يكون هاي الأكسجين هي الهيتيرو أتوم، ممكن يكون بهذا الشكل في عندي دبل بوند وعندي هيتيرو أتومز، أو ممكن يكون بهذا الشكل. فهم بيعملوا تايتريشن كومبلكس، وبيعملوا كومبلكس مع الليجاند وبنحصل عليه ونسميه كراون يعني على شكل تاج بكجي شكله، وهو بيكون ضمن السايكليك، تمام؟ هاي هي المصطلحات المهمة اللي احنا ما نتعرف عليها بالنسبة للكومبلكس تايتريشن. هلا المرة الجاية ان شاء الله رح نحكي عن تايتريشن within organic complex agents، انه اللي هو تايتريشن كومبلكس وكيف بيصير وشو فكرته وشو المبدأ تبعه.